في إطار معاينة المشاريع التنموية، قام والي ولاية خنشلة السيد يوسف محيوت بخرجة ميدانية تفقد من خلالها سير الأشغال بمختلف المشاريع قيد الإنجاز والمنتهية على مستوى بلدية خنشلة. عاين من خلالها مركز بريد مؤكدا على انطلاق المشاريع الولائية في أقرب الآجال بعد رفع العقبات الإدارية. التغطية للزميل مراد خليفي. طريقة جديدة للنهوض بالتنمية على مستوى ولاية خنشلة، هذه الولاية التي عانت في السابق من تأخرات كبيرة. اليوم حبينا ننساو هاد يعني لا بيريود هادي، حبينا ننساوها وندخلوا في نموذج جديد بالنسبه لتسيير المشاريع تاعنا. تكلمت على السرعه في التنفيذ، لابد لانه السرعه في التنفيذ راهي تخلينا نستعملوا الاموال تاع الدوله ولا نستغلوهم بصفه عقلانيه. على بالكم انه كل ما نتاخروا في يعني مشروع كل ما المصاريف تزيد. هذا ما يعنيش انه لما نروحوا بسرعه يعني ما نخليوا الجانب تاع الجوده. اذا لازم تكون السرعه والجوده في نفس الوقت. اليوم عيننا بعض المشاريع، تكلمنا شفنا يعني مكتب بريد قديم وهنا عطي التعليمات باش يعني لابد انه نبداو فيه ان شاء الله وبجوده يعني مليحه. وراكم تشوفوا لما دخلنا كان مواطنين قالوا لي يا ودي ماذا بيك لو كان غير هذا المكتب بريد نعاودوا نحيوه، باش لانه كان يلعب دور كبير في النشاط يعني الاقتصادي على مستوى المدينه. كانت حركيه كبيره والناس حبت تولي لهذيك الحركيه. عينا كذلك بعض المشاريع، تكلمنا مع المواطنين، استمعنا لانشغالات، وسوف ان شاء الله تؤخذ بعين الاعتبار هذه الانشغالات، وهذه الخرجات سوف تستمر في المستقبل. العمل تاعنا يكون عمل ميداني اكثر ما هو يكون يعني في المكاتب، لانه العمل في المكتب ما يجيبش يعني نتيجه الا الشيء اللي نشوفوه، الا الشيء اللي نتبعوه ميدانيا هو اللي يخرج بنتيجه. نهايه الحلقة.